بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حبايبي النهارده في قناه يوميات دوري. كل سنه وانتم طيبين. انا باذن الله النهارده هعمل لكم سمان، وهعمل مكرونه بشاميل، وهعمل رز دمياط عادي، وهعمل شوربه وصينيه بطاطس. النهارده حبايبي، بس علشان ما اخليش الفيديو طويل عليكم، انا حشيت الاول السمان. احنا طبعا احنا عندنا في دمياط ما بنحشيش السمان اي حاجة، مثلا رز او فريك طبعا بحسب الرغبة، بس احنا اغلبية الضمايطة يعني احنا بنعمل السمان او الفراخ او البط عموما في رمضان بالمرتة والزبيب. انا بس عشان ما اطولش عليكم، انا جبت السمان ونظفته وغسلته، وبعد كده حشيته اللي هي المرتة. المرتة بتبقى عبارة عن بصل وشوية فلفل صغيرين وملح وسن الكمون وحبة زيت وملح. بتدعكها كويس بإيدك، وبعد كده تقوم ماسكاها وتقومي حاشية فيها السمان وتقفليه، أو ممكن تخيطيه، أو ممكن تحطي فيه اللي هي الخلة ديت علشان خاطر ما يطلعش منها. انا طبعا انا في عندي هنا اتنين اتفكوا مني، فحطيت لهم خلتين كده عشان ايه بس يمسكوا في بعضهم. وزي ما اوريكم النهاردة كده، انا هوريكم بس ان انا ايه يعني انا حشية جاهزة اهوت، بس انا كل اللي انا هعمله ان انا هفتحهم الجناب علشان خاطر في لما احطه على النار يستوي، المرتة اللي جوه تستوي على طول. احنا بنرفع الجناح من هنا كده وبنقوم فاتحينه للجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى الجنبين مفتوحين كده. طبعا يا حبايبي باذن الله، انا كنت هنزل لكم اول يوم رمضان الفطار اول يوم رمضان عندي، بس طبعا انا ما عرفتش ان كان انا يعني عندي دور برد وكده، فكنتش عارفه اتكلم، وما كانش ينفع حد يعمل غير الفيديو، او ان انا مثلا اخلي بنته كده ان هي مثلا تعمل وانا اتكلم، ما كانش ينفع ان كنت تعبانه. فباذن الله هوريكم باذن الله من هنا لاخر رمضان باذن الله كل يوم الفطار هيبقى معانا عامل ازاي وشكله ايه. ومش ضروري على فكره يكون مثلا اكل على الوضب، او ان انت كل يوم مثلا تطبخي اكل يعني يكون على الوضب، لا، خلي ايامك عاديه خالص زي الايام العاديه، ممكن توفري فيها كمان، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا في رمضان ما بناكلش قد كده، يعني معظم اللي بقيت الاكل ما بيتاكلش وبيفضل زي ما هو. انا عندي فطار اول يوم رمضان قعدنا ناكل منه 3 ايام، ما فيش الا امبارح بس اكلنا اكله عيش، اكلنا فول وطعميه وبتنجان محمر ومخلل وبيض ومربى وجبنه، ديت العوايد بتاعتنا. فاحنا يعني ما احبش اطول عليكم الفيديو، هوريكم ان انا هعمل السمان ازاي والمكرونه البشاميل وصينيه البطاطس والرز. خليكم دلوقتي كده هنزل السمان بتاعي اشوحه. يا جماعه ديت بقيه البصله اللي هي المرته بتاعه السمان دي، طبعا جواها الكبد والقوانص وجواها كل حاجه، وجواها كمان كبده وقنصه بتاعه فرخه وجناحات، علشان انا هعمل مكرونه بشاميل من الكبد والقوانص بتاعه السمان وبتاعه الفراخ. فدلوقتي كده هنزل، او زي ما انتم شايفين اهي، ترجمة
طبعا انا شوحت السمان في، حطيت ورقتين لورا وحبهان ومستكه، وحطيت فلفل اسود بس مش مطحون، حصى زي ما هو. ده بيدي نكهه حلوه قوي في الشوربه، وفي نفس الوقت بيشيل الزهامه بتاعه السمان او الفراخ او البط اللي احنا بنعمله. مش شرط ان انت تحطيه في قلب البطه او الفرخه او السمان، انت ممكن تحطيه كده حبهات زي ما انت شايفاه كده، او عايم على وش الميه اهو بتاعه الشوربه. طبعا دوت بيخلي، بيبقى يعني بيخلي الشوربه بيبقى لها نكهه يعني حلوه. وكمان في ناس بتحط في الشوربه، بتحط جزر، بتحط بصل، بتحط حاجات وطماطم وكده. طبعا احنا عندنا في دمياط مفيش اي حاجه من دي، الشوربه لازم تطلع بيضه مفيش فيها اي حاجه تانية، وبتبقى لها طعم جميل. ما احنا ما بنحطش عموما كل الدمايط، ما بنحطش لا بصل ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجه من اللي هي المنكهات اللي بتحط في قلب الشوربه خالص. احنا بنعمل الفراخ والبط السمان، اي طيور او اي اي حاجه مذبوحه عندنا بنعملها بنفس الشكل دوت. احنا ما بنعملش يعني ما بنزودش حاجه فيها، علشان خاطر طبعا الشوربه بتاعتنا تطلع بيضه وصافيه، مبقاش فيها اي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا هبتدي دلوقتي اعمل البشاميل بتاع المكرونه. على فكره انا بعمله ني في ني، ما بحم يعني، مش من نوع مثلا ان انا يعني اعمل الزيت اعمله اقدحه، او ان انا اقدح له سمنه او كده او اي حاجه، او احمر الدقيق فيه، لا انا بعمله على طول كده. زي ما انتم شايفين تقريبا هي هنا كوبايه دقيق، هحط عليها ربع كوبايه زيت، هو على فكره على النار دلوقتي. وهقلبهم. انا ما بحمروش خالص، بعمله ني في ني زي ما انتم شايفينه كده. وهحط عليه كوبايتين لبن، وهقلبه كويس. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي البشاميل بتاع قرب يتقل. هحط عليه دلوقتي ملح ومكعبين مرق، وهحط عليه فلفل اسود، وهقلبه كويس. وهنزل بالبصل بتاعي، دلوقتي كده انا جبت الصينيه ودهنتها زيت، والمكرونه بتاعتي حطيت عليها بشاميل وقلبتها. هنبدا بقى ان احنا نعمل مكرونه البشاميل. هنحط نص كميه المكرونه، بعد الكبد والقوانص بعد ما اتعصبت. هننزل بالنص الثاني من المكرونه،
البشاميل بقى. بستعملش سمنه خالص، انا مش بستعمل السمنه خالص في قلب الاكل، وبستعملش غير الزيت بس. دلوقتي كده انا هعمل صينيه البطاطس. انا قطعت بصل زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه كمون ومعلقه بابريكا وتوم بودر وبصل بودر دوت علشان خاطر صينيه البطاطس. وهمسك بقى كل ده وحبه زيت قبل بقى ما احط الطماطم وقبل ما احط البطاطس. هقوم بسكن كلهم ده كام زي ما انتم شايفين كده. طبعا الدعكه بتاعتك انت بتدعكيها في البصل ديت، دي بتطلع النكهه بتاعت البصل مع التوابل، بتخلي لك صينيه البطاطس طعمها حلو وريحتها حلوه. زي ما انتم شايفين كده كده البصل كله. كده بقى هبدأ ان انا احط الطماطم. وانزل بالبطاطس. اهو زي ما انتم شايفين كده انا حطيت البطاطس وضفت الطماطم وقلبتها كلها ببعضها. والوقت هقوم حطها على النار عشان خاطر تستوي. هو تقريبا كده السمان بتاعي خلاص كمان استوى، بس انا هسيبه كمان زي التأكيد 10 دقايق كمان على النار وهطفى عليه، ومالش احمره اللي قبل الفطار ب10 دقايق. وصينية البطاطس اهي هغطيها عشان تستوي، والوقت هحضر الرز عشان يخلص هو كمان. وعما الرز يستوي تكون صينية البطاطس خلصت واكون حمرت السمنة. دلوقتي كده بعمل رز بشعرية. زي ما انتوا شايفين كده بحمر الشعرية. في ناس بتفتحها وفي ناس بتغمقها، انا بغمقها سنة بس عشان خاطر تبان في الرز، لكن ما بحرقهاش. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى لونها ذهبي. وبنزل بالرز. وبعد كده بنزل بالميه عليهم. طبعا في كل كوبايه رز بيبقى عليها كوبايه ميه، والشعريه انا بحط نص كوبايه عشان ما يبقاش الرز يعني ميته كتير. بحط معلقة ملح واحدة وبقلبه كده زي ما انتم شايفين. يستوي والبطاطس تستوي معانا، وهوريكم الشكل بإذن الله في الآخر. زي ما انتم شايفين كده صينية المكرونة خلصت اهي، لا حطيت فيها لا بيض ولا حمرت الدقيق ولا اي حاجه. وزي ما انتم شايفين اهي لونها ذهبي وجميله. دلوقتي كده ابتديت ان انا احمر السمان عشان ما عادش فيه وقت، خلاص تقريبا نص ساعه. هحمره وارجع لكم تشوفوه بقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي انا كده خلصت خلاص. ادي الرز اهو، والبطاطس صينيه البطاطس اهيت.
وادي المكرونه وادي السمنان وادي الشوربه، هي بيضه زي ما انتم شايفينها، مفيش فيها بقى لا طماطم ولا جزر ولا بصل ولا اي حاجه من دي، شوربه طبيعيه جدا. اتمنى حبايبي يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله استنوني بالليل وهوريكم باذن الله السحور هيكون معايا ازاي.